first Nazi invasion. The capture of the British Channel Islands was a coup for Germany. Foot inside of this five-year occupation of true cruelty. السلام عليكم. بعض المرات كنت تاخذ شي قرارات حاسمة هكذا وبسرعة دون تفكير في عواقبها، واللي نقدروا ندموا عليها من بعد. هذه هي الغلطة اللي يرتكب أدولف هتلر ملي اتخذ مجموعة من القرارات اللي ما كانش في الصالح ديالو، واللي دمراته واللي خلاته يدوق طعم الهزيمة واللي أدت بحياته للهلاك. أدولف هتلر غيدير أكبر غلطة في حياته نهار يقرر يعني الحرب على أمريكا، وهذه غتكون ضربة موجعة للألمان. فهو بين عشية وضحى قرر يعني الحرب على أمريكا، وما استشر لا مع الجنرال ديالو ما دار بالآراء وبالنصائح ديال كبار الجنرالات في الجيش، ودار داكشي اللي في راسو ما تسوق حتى شي واحد، وقرر يعلن فجأة الإعلان على الحرب ضد أمريكا. فبالرغم من المحاولات ديال الضباط والمساعد ديالو وكبار الجنرالات في الجيش بأنه يرجع في القرار ديالو وما يتسرعش على الحرب على أمريكا، فهو ما تسوقش لهم وما دارش بالنصائح والتوجيهات ديالو، وقرر أنه يعلن الحرب على أمريكا ظنا منه أنه يعلن الحرب على أمريكا اليابان غتوقف معاه وغتساندو وغتولي في الصف ديالو وغتساعدو فيما بعد في السيطرة على روسيا. فهو جبد على راسو النحل ملي حاول يعلن الحرب على أمريكا، ولكن هذا الشيء ما وقعش وخلى العملاق الأمريكي يستفيق، لأنه في الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية التزمت بالحياد وكانت جالسة وما مشاركاش في الحرب العالمية الثانية، ولكن بسبب هذه الاستفزازات اللي كانت كتحس بها من طرف الألمان وأن الألمان غتهاجم عليها وأن الألمان غادي يقصفها، العملاق الأمريكي ناض واستفاق من الغيبوبة ديالو ومبقاش ملتزم بالحياد، وقرر وخلى أمريكا تركز الحلفاء ديالها كاملين غير على ألمانيا بشعار ألمانيا أولا. فألمانيا تعرضت لواحد القصف عنيف من طرف الجنرال الأمريكي هاريس اللي كان بدوره ساهم في الإطاحة بدولة ألمانيا. هتلر عطى الأونر ديالو باش يتعاملوا مع سكان الاتحاد السوفيتي بأشد أنواع القسوة. فواحد الماريشال اسمه غويرينغ، فبعد ما احتل أوكرانيا قال بفمه لن نقدم الطعام لأفواه غير مفيدة. فاللي بغى يخدم لصالح الرايخ، فالرايخ هو الإمبراطورية الألمانية، فغى يخدم حتى الموت، واللي ما بغاش يخدم مع الرايخ يعني الألمان غادي يموت يا إما بالجوع ويا إما بالرصاص غادي تعدل. بسبب سوء المعاملة والقسوة اللي تعاملها هتلر والجيش الألماني مع سكان الاتحاد السوفيتي خلاته يخسر واحد الحليف مهم وواحد العنصر بشري قوي. فسكان الاتحاد السوفيتي كانوا مستعدين أنهم ينضموا للجيش الألماني ويحاربوا معاه، لأنهم كانوا غير مواليين لنظام الحكم ديال ستالين في الدولة ديالهم، وأنهم كانوا كيكرهوه بسبب المجازر وسبب الجرائم ضد الإنسانية اللي كان كيرتكبها. ولكن سكان الاتحاد السوفيتي بهذا التعامل اللي تعاملوا معه الجيش الألماني خلاتهم ينضموا للجيش الأحمر ويوليوا مقاتلين شرسين ويقاتلوا مع الجيش الأحمر ضد الألمان. هتلر من اللي احتل فرنسا وحاصر الجنود الفرنسيين والبريطانيين في مدينة دينكيرك أمر الجنود ديالو باش ما يقتلوش هاد المجندين. هتلر ظن بلي أن الجيش الألماني محتاج للراحة أكثر ومحتاج للمؤونة الطعام والشراب، وأنه من السهل القضاء والسيطرة على سلاح الجو البريطاني، وخلى الفرصة لبريطانيا بأن أنها تدير واحد العملية ناجحة ديال الإجلاء ديال المجندين اللي كانت كتقدر بحوالي 400,000 مجند اللي رجعون في حالهم لدولة بريطانيا. ولكن بزاف ديال المجندين غادي يرجعوا لفرنسا من بعد واحد 4 سنين في واحد العملية ديال الإنزال ديال الحلفاء في شواطئ النورماندي. الأوامر ديال هتلر خلال الحرب ديالو على الاتحاد السوفيتي كانت مخالفة تماما للخطة اللي واضعينها كبار الجنرالات في الجيش. ف
هتلر وخلال التقدم ديالو بالجيش نحو مدينة موسكو قرر أنه يبدل الاتجاه والمسار ديال الجيش ويتجه صوب كييف للعاصمة ديال أوكرانيا. حاليا ديك الساعات كانت مازال منضمة للاتحاد السوفيتي، فكييف هي العاصمة ديال أوكرانيا حاليا. فأوكرانيا كما كنعرفوا كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وكانت تحت السيادة السوفيتية. فكما قلت فهتلر جاء فجأة وقال لهم حباس حباس سيدي فير غاديين، ما بقيناش غاديين لموسكو حنايا، واخا كانوا هما مقتربين من داك المسافة ديال 350 كيلومتر لموسكو. قال لهم حباس بدلوا المسار ديال الجيش وغادي يمشوا لمدينة كييف باش نجمعوا القماح باش ما نوقعوش في الغلطة اللي وقعنا فيها في الحرب العالمية الأولى، حيتاش كانوا كيعانيوا من نقص ديال الطعام والمؤونة والقمح. فهو فسر للجنرال ديالو وعطى لهم السبب ديال تغيير المسار والقرار اللي جاء فجأة واللي هو التقدم نحو مدينة كييف من أجل جمع القمح والمؤونة وما يحتاجه خلال سنوات الحرب. فهتلر كان كيسحب راسه هو البلا وكان كيقول للجنرال ديالو الاتحاد السوفيتي صافي مشى، ما علينا سوى أن نركل الباب وسوف ينهار الهيكل الفاسد. فهو كان كيظن بأن الاتحاد السوفيتي بسهولة غادي يجي وغادي يقضي عليه، ولكن تقولب اللي اتخذ هذا القرار ديال تغيير مسار الجيش، فعوض ما يدخلوا موسكو ويهاجموا فصل الصيف بدلوا المسار ديالهم لكييف، وهذا الشيء خدم لهم وقت طويل وخلاهم يدخلوا فصل الشتاء ويهاجموا فصل الشتاء، وهم متعودينش انهم يهاجموا فصل الشتاء ويتحملوا ذاك البرودة الشديدة اللي كتكون في روسيا الان، كتكون غير 5 6 تحت الصفر الا طلعت عندهم الحرارة غير 30 كيموتوا. فهما هذا الخطأ الفادح اللي ارتكبوه هتلر هو اللي خلاهم يدفعوا ثمن غالي. فالجيش الاتحاد السوفيتي استعد لهذه المعركة وهما مولفين مع البرودية ومع الطقس البارد، وعيط للجنود ديالو والحلفاء ديالو وداروا هجمات على ألمانيا. من بعد ما تأكد وجات لها الخبر بلي أن اليابان ما غادي تهاجم عليها، وإنما اليابان ما عندش عداوة مع الاتحاد السوفيتي وإنما العدو ديالها هو الأمريكان. الهدف اللي جعل قبله هتلر الإنجلترا هو السيطرة والتدمير ديال القواعد العسكرية واستهداف سلاح الجو بالخصوص. احنا كنعرفوا سلاح الجو البريطاني آنذاك بالخصوص اللي كانت فيه مقاتلات ألمانيا. فالجيش الألماني فكر أنه يسيطر أولا على المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية ويستهدف أيضا ويضعف سلاح الجو البريطاني. فهنا الخطة غتبدل وهتلر غادي يقرر يبدل الخطة ديالو ويبدل المسار ديالو ويولي باغي يسيطر على المدن. فهو قرر أنه يبدل الخطة ديالو ويولي باغي يدمر المدن، ظنا منه انه الى دمر المدن وكان واحد الحصار على المدن تشرشل غادي يستسلم بسهوله، ولكن كانت الفجوه عميقه. فهذا هو الغلط اللي ارتكبه هتلر وخلاه فيما بعد انه يدفع الثمن غالي. فهو ملي بدل الخطه ديالو من انه يستهدف الجيش ولا يستهدف المدن ويدمرهم ويسيطر عليهم، خلى ديك الساعه واحد المجال لسلاح الجو البريطاني انه يولي ينظم الصفوف ديالو من جديد ويصلح المعدات العسكرية والمنشآت الحيوية ويصلح الرادارات والأجهزة اللاسلكية اللي كيستخدمها الجيش ويولي يسيطر عليه من جديد ويحاصر الجيش الألماني. فهذه الغلطة اللي ارتكب هتلر، هو أنه خلى واحد الفرصة للجيش ينظم راسه من جديد ويبني منشآت حيوية من جديد ويولي يستهدفه هو. فهذه الغلطة. فالهدف ديالنا من الاول ما خصناش نغيروه، الهدف ديالو من دخول انجلترا هو السيطرة على الجيش اولا واضعاف سلاح الجو البريطاني. فهو خلى هذا الشيء ومشى يستهدف المدن وظن بلي ان الى استهدف المدن وحاصر وكان واحد الدمار شامل لدولة انجلترا تشرشل غادي يستسلم بسهولة ويقول لك سيدي صافي انا ارفع رايه الاستسلام انا غادي نستسلم. ولكني كنتقلب السي هتلر تقلب وما خدمش الذكاء ديالو فدفع الثمن. فالهدف ديال المانيا من الاول كان باين واللي هو السيطره على المجال الجوي البريطاني
ويخليو للجيش الالماني واحد الفرصه وواحد الفضاء جوي اللي غيمكنهم من السيطره على انجلترا بالكامل. ولكن التسرع في اتخاذ القرارات والتسرع ديال هتلر خلى الجيش الالماني يدفع الثمن غالي، وهذه هي الغلطه اللي ارتكب هتلر واللي بسببها وبسبب مجموعه من القرارات الاخرى دمرت الدوله النازيه وانتحر هتلر في الاخير. فالى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الحلقه. موعدنا في حلقه جديده ان شاء الله ومع موضوع جديد. فاخواني اخواتي لا تنسونا من الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وايضا وضع اللايك والتعليق لتحفزنا ولتدعمنا اكثر في نشر المعلومه. هذا ان لم يكن لديك اي مانع فلا تبخل علينا، الله يرحم الوالد. هذا مكان وغير باش تقدر المجهودات ديالنا دير غير جيم، الا ما بغيتش تابونا دير غير جيم صح.